السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور أشرف الهلالي. إن شاء الله دي هتكون عندنا 3 محاضرات كورس الكلينيكال هيماتولوجي، وأتمنى إن أنتم تكونوا إن شاء الله تابعتم الحلقات السابقة. لو هنيجي نبص للار بي سيز هنا، أنتم ملاحظين حاجة في شكل الار بي سيز؟ حد يقول لي كده. الار بي سيز هنا لو تلاحظوا انها شكلها عامله زي ما تكون حد دايس عليها، يعني شايفين الحته المجعده اللي هنا دي نازله تحت كده، دي بيسموها باي كونكيف سيل. يعني ايه باي كونكيف سيل؟ الخليه الدم، الكرات الدم الحمراء، ربنا برضو من حكمته زي ما قلنا ان مفيش فيها نواه، ربنا ما خلقش الار بي سيز بالشكل، يعني مثلا شوفوا ازاي تحس ان هي باي كونكيف، هتلاقي ان هي ايه نازله من هنا كده زي ما تكون مضغوط عليها، شايفين في زي ما يكون في بريشر كده، حد ماشي عليها واتك عليها فعصر جوه. هتقول لي طب ايه الفكره؟ يعني اقول لك الفكره بسيطه جدا، يعني لو هنيجي نقارنها مثلا بالخليه، خليه زي اللي في الصوره دي، دي برضو ار بي سيز بتبقى برضو مصبوغه معمول لها ستين وبتبقى واخده الشكل ده اللي احنا عارفين عليه الاسهم ده. مش ملاحظين حاجة هنا؟ لو هنفرق ما بينها وما بين دي مع دي، هنلاقي هنا الخلية هنا مقعرة شوية لتحت، صح؟ هنا الخلية بتلاقيها مدورة، مفيش فيها التقعر اللي موجود ده. الخلية دي احنا بنسميها سفيروسايتوزيس أو سفيروسايت، لما بتزيد بتعمل المرض اسمه سفيروسايتوزيس. ده شكل غير طبيعي للخليه، الخليه بتلاقيها بتاخد تبقى شكلها اصغر شويه من الخليه بتاعتنا اللي هي الطبيعيه، وبتبقى ما فيش فيها التقعر اللي هو البايكون كيف اللي موجود ده، وبتبقى مدوره ونسبه الهيموجلوبين فيها بتبقى مليئه، لان هي بتبقى بيحصل لها خلل هيريديتري ديزيز هنتكلم عنه بعدين، سواء كان اكوايرد او هنشوف القصه بتاعته شكلها ايه. فبتبقى الخليه هنا في الحاله دي خليه غير طبيعيه. طيب هو هنا ليه ربنا خلق الخليه هنا على عكس الخليه هنا؟ الخليه هنا المفروض ان انا لما نيجي نشوف المساحه بتاعه الخليه السيل سيرفيس، يعني لو نبص هنا السيل سيرفيس بتاع الخليه هنا، لو هنقيسه لو عندنا متر مثلا كده، يعني احنا بنتكلم بصفه عامه، لو عندنا متر كده وانا عاوز اقيس الـ 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 الخليه دي، يعني اشوفها كام سنتي مثلا، يعني لو هنعد هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، مفيش تقعر معين، عشان يعني السيل سيرفيس المساحه بتاعت الخليه هنقول مثلا هنا 10، احنا بنفرض، يعني انا بفرض عشان اسهل لكم الامور. لكن لو جينا قارنا هنا، بصينا هنا على الار بي سيز، هنا الار بي سي لو جينا هنعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وبعدين هعدي جوه هنا 11 12 13 14، لان في بيت سيرفيس هنا، في مساحه ثانيه جوه اهي ربنا مديها لنا 16 وهكذا. فهنا عندنا مساحه اكبر، المساحه الاكبر دي بتساعد الخليه على انها تسحب اكسجين اكتر، ودي حكمه ربنا. يعني شوفوا الحكمه بتاعت ربنا، الاول حط فيها شال منها نواه على اساس يحط فيها نسبه هيموجلوبين كتيره بكميات كبيره، وتاني حاجه ان هو زود خلاها شكلها يبقى مقعر كده زي ما يكون حد دايس عليها، عشان ادي مساحه اكبر للخليه انها تقدر تسحب، يبقى في مساحه على الخليه اكبر تقدر تسحب بيها الاكسجين بكميات اكبر، ودي من حكمه ربنا. تمام. طيب لما نيجي بقى نتكلم عن الهيموجلوبين، يعني احنا اوكي الهيموجلوبين اللي عندنا ده عاوزين نشوف ايه قصته بالظبط كده. هنشوف هنا، نبص نلاقي ان الهيموجلوبين عامه كلنا عارفين انه بيتكون من 2 الفا، ادي الفا 1 وادي الفا 2، وبيتكون من 2 بيتا اللي هو ده باللون الاورنج، والهيموجلوبين هنا اللي هو الالفا 1 بيبقى باللون الاحمر اللي احنا شايفينه ده، وبيتكون من هيم. الهيم دي بتبقى كل هيموجلوب، يعني كل شين من الالفا او من البيتا بتبقى واخده هيموجلوبين. الهيموجلوبين دي لو جينا بصينا هنا بتبقى عباره عن حديد في النص، وبيبقى المركب اللي احنا شايفينه ده عباره عن اسمه بروتو بورفرين، المركب اللي هو الكبير ده اللي هو فيه سيل سايد شين زي ما احنا شايفين، ما يهمناش كتير يعني. المهم ان انتوا تبقوا عارفين ان هو عباره عن الهيم عباره عن حديد، والحديد ده على فكره بيبقى في الحاله الفرس بيبقى بلس 2،
وهنتكلم عن اهميه البلس 2 والبلس 3 وازاي ان القصه دي بتحصل في الفسيولوجي على اساس ان هي الحاله اللي المفروض يبقى موجود عليها في الهيموجلوبين اللي بيشيل بيها الاكسجين بتبقى في حاله الفيروس ستيت عندنا. طيب في ملحوظه بس انا عاوز اقولها لكم هنا بالنسبه للجلوبين شينز اللي هي اللي موجوده بتاعتنا في الهيموجلوبين. عشان تتكون الاربعه دول يعني الاربع شين الموجودين دول شينز الموجودين دول عشان يتكونوا لازم بيتكونوا بطريقه معينه. بمعنى اول حاجه بيبقى فيه الفا مع بيتا شين بيعملوا دايمريزيشن يعني بيبتدي ان هم يمسكوا مع بعض وبعد كده تيجي واحده ثانيه الالفا الثانيه اللي لو عنده الفا 1 وبيتا 1 سوري ونيجي الفا 2 زائد بيتا 2 يقوموا عاملين ماسكين في بعض عاملين دايمريزيشن برضه هما الاثنين مع بعض كده وبعدين الجزء اللي حصل فيه دايمريزيشن هنا مع الجزء ده يقوم متحد مع بعضه بوليمرايزيشن اللي هو احنا بنشوفه في الشكل اللي احنا بنشوفه في الهيموجلوبين في الاخر بالصوره دي. طيب كده احنا بالنسبه لنا شفنا عرفنا الهيموجلوبين تقريبا بيتكون ازاي وشكله ازاي وعرفنا ان اهم حاجه في النقطه في الموضوع ده بتاعه ان الهيموجلوبين عندنا بيتكون من فور شين الفا وبيتا 2 الفا و2 بيتا وعندنا الهيم بيتكون من بروتوبورفين مع حديد بيبقى في حاله الفيروس ستيت وقلنا ازاي الطريقه اللي هم بيتكون بيحصل بولمرايزيشن بالنسبه لمركب الهيموجلوبين. هنا عندنا تو سلايد لو نبص عليهم كده السلايد الاولى عندنا لو هنيجي اللي هي سلايد دي هنيجي نبص كده عندنا هنلاقي في خليه هنا موجوده كده. الخليه دي حد يقدر يقول لي هي ايه؟ تمام هي الليمفوسايت وانا مختار السلايد دي عشان اوضح لكم حاجه عشان اخدها كمقياس. الخليه دي لما بنيجي نعمل بلات فيلم وانا عاوز اشوف السايز بتاع الار بي سيز لازم اقارنه بحاجه معينه على اساس اعرف اذا كان السايز ده هايبوكروم سوري نورموسيتيك طبيعي ولا مايكروسيتيك حجمها صغير ولا ماكروسيتيك حجمها كبير. باجي اقارن بشوف الليمفوسايت بدور على الليمفوسايت في السلايد اللي عندي وببص على النواه واقارنها بحجم الار بي سيز. المفروض لو هي نفس هنا تقريبا الحجم يبقى دي نورمال يبقى دي نورمال. لو هنا نيجي نشوف على الخليه دي هنلاقيها كبيره اكبر من النواه اللي عندنا دي بسميها ماكروسيتك. لو انا جيت بصيت هنا على الخليه دي بالنسبه لحجم النواه هنلاقيها صغيره بسميها مايكروسيتك. الاختلاف في السايز ده ليه اسم علمي المفروض تبقى عارفه اسمه انيزوسايتوزيس. يبقى لو انا شفت الشكل ده تحت الميكروسكوب ببقى عارف ان في حاله انيزوسايتوزيس. وهنا هنقول بعد كده ليه انا بشوف الحاله دي وليه الكرات الدم الحمراء ممكن تبقى ماكروسيتيك ولا مايكروسيتيك ولا نورموسيتيك وايه علاقتها بالامراض وايه انواع الامراض اللي بتبقى موجوده وكل ده لسه هنتكلم عليه بعد كده. نيجي للسلايد الثانيه دي هنلاحظ حاجه غريبه هنا. هنلاحظ ان مثلا عندي في خلايا شكلها غريب يعني لو هنبص على الخلايا دي عامله زي شفتوا الدايره اللي احنا بنرمي عليها الاسهم اللعبه اللي كنا بنلعبها زمان واحنا صغيرين دي بنسميها تارجت سيل. تمام في عندنا مثلا خليه شايفين الخليه دي الخليه دي كده يعني زي ما تكون مقطوعه مقطوشه كده دي بيسموها هيلمت سيل. تمام في يعني الاشكال هنا هتلاقيها مختلفه شويه زي ما احنا شايفين كده في انواع خلايا كتير يعني تحس ان الخلايا الاشكال بتاعتها الشيب نفسه مختلف. في الحاله دي احنا لما نيجي نتكلم عليها او نيجي نبص لها نتكلم تقول لحد انا شفت في السلايد دي بنسميها بوكيلوسيتوزيس اللي هي بتبقى اختلاف في الاشكال بتاعت كرات الدم الحمراء.
احنا هنا بس بناخد على فكره يعني مصطلحات مبدئيه كده، احنا لسه هنتعمق، انا عايزكم تبقوا عارفين الحاجات دي. احنا هنعمل فرشه للحلقات اللي جايه، بنعمل فرشه للكلام اللي هنقوله، لازم يبقى في مصطلحات نبقى عارفينها، ما ينفعش ان احنا ندرس امراض دم وما نبقاش عارفينها. طيب نيجي على حاجه تانية، لما كنا قلنا ان احنا نتكلم على الامبريولوجي، وقلنا ان احنا هنتكلم عن ازاي الخلية اللي هي بتبقى موجودة في البون مارو وبتطلع، لو هنفرض مثلا دي خلية البون مارو عندنا، لو ده البون مارو، المفروض ان في الخلايا زي ما احنا قلنا ان هي بتاخد مراحل. دي اول شكل من اشكال الخلايا. لازم نلاحظ حاجة هنا في السلايد دي. الخلايا دي اولا طبعا احنا لازم نبقى عارفين الاسماء بتاع التطور الخلايا، يعني بالنسبه للخلايا دي اسمها برو نورمال بلاست، وخلي بالكم كلمه بلاست هنلاقيها موجوده في كل الانواع الخلايا اللي هتبقى موجوده جوه البون مارو. يعني هنا في مثلا عشان نشوفها اكتر، في بازوفيليك نورمال بلاست، وبعدين بولي كروماتوفيليك نورمال بلاست، وبعدين اورثو كروميك نورموبلاست، وبعدين بولي كروماتوفيليك اللي هي تبقى الريتيكولوسايت عندنا، وبعدين هنا بتخرج خلاص احنا هنا اخر البون مارو عندنا، بعد كده بتخرج في بلاد ستريم بتبقى شكلها زي ما احنا شايفين كده. طيب ايه اللي احنا عاوزين نوصله او نعرفه من السلايد دي؟ يعني انا استفدت ايه كده؟ اقول لك استفدت ان في امراض بتبقى ليها علاقه هنتكلم بعد كده عليها في مراحل مختلفه من الخلايا دي. بس هنا الملحوظه اللي انا عاوزك تعرفها، احنا هنا لما نيجي نبص بناخد بالنا من حاجه، انتوا هنا مش واخدين بالكم من حاجه، يعني المفروض ان بيحصل ماتوريشن، يعني الخليه دي بتروح للخليه دي، وبعدين بتروح للخليه دي، وبعدين لدي، وبعدين لدي، وبعدين تطلع الماتيور عندنا. ايه اللي انتم ملاحظينه هنا؟ حجم الخليه. هنا الخليه كانت كبيره زي ما احنا شايفين كده صح؟ ابتدت تصغر شويه، وبعدين ابتدت تصغر شويه، وبعدين ابتدت تصغر اكتر، وبعدين ابتدت تصغر خالص، وبعدين خالص 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 اللي هي الار بي سيز بتاعتنا. يبقى هنا اول معلومه لازم عارفينها، يبقى انا لو شفت خليه من الخلايا دي في الدم معناه ان في حاجه غلط. زي ايه حاجه غلط؟ يعني انا عندي مثلا، لو انا عندي مشكله في الدم، عندي هيموجلوبين نازل، في هيموليسيس مثلا على سبيل المثال، والدم قاعد بيتكسر، ففي الحاله زي دي البون مارو بيبقى عامل زي الفرن اللي بيخبز عيش بسرعه وعاوز يطلعه بسرعه عشان يديه، في عجز عنده في العيش بره، الناس مستنيه، فبيحاول يعمل العيش، فالعيش بيطلع مش طازه، مش كامل، يعني مش لسه ما استواش. فبتلاقي اشكال زي الخلايا دي او دي او دي او دي بيبقوا موجودين بكميات في الدم، فانا اعرف هنا ان في مشكله عندي في الدم. طيب ايه تاني المفروض ان انا اخد بالي منه؟ اخد بالي منه ان النواه نفسها، شايفين النواه كانت عامله ازاي؟ النواه هنا، وبعدين النواه هنا ابتدت تصغر شويه، وبعدين ابتدت تصغر اكتر، وبعدين ابتدت تصغر اكتر اكتر، وبعدين هنا يعني انا المفروض كان في ريتيكولوسايت هنا، دي الريتيكولوسايت بيبقى شكلها المفروض عامل كده، هقول لكم ليه. المفروض خلينا بس في الحته دي، حجم النواه بيقل. طب حجم النواه بيقل عندنا، مش بس حجم النواه بيقل، انت في حاجه تانية بتحصل بالعكس. حجم النواه هنا كان اكبر حجم صح؟ يعني حجم النواه هنا كان اكبر حجم، السيتوبلازم عندنا اخباره ايه؟ كان قليل صح؟ السيتوبلازم هنا حصل له ايه؟ كبر. هنا حصل له ايه؟ بقى حجمه اكبر. هنا السيتوبلازم بقى اخباره ايه؟ بقى واضح واضح اكتر. هنا بقى ايه؟ بقى كتير. هنا بقى ايه؟ اكتر واكتر. يبقى احنا هنا في علاقه عكسيه، فعمليه نمو الار بي سيز من البون مارو لحد ما بتطلع بره، النواه حجمها بيقل والسيتوبلازم حجمه بيزيد. فدي علاقة عكسية ما بين النواة والسيتوبلازم. يبقى اللي يهمنا من السلايد دي ان انا ابقى عارف زي ما بنقول ان المراحل بتاعتها لازم ابقى حافظها. كلمة بلاست دي يا جماعة
دي لازم، عشان برضو من المصطلحات اللي احنا هنتكلم فيها بعد كده، اي حاجه بنتكلم عليها بنقول عليها اخرها كلمه بلاست، يعني خلايا الار بي سيز بنتكلم عليها ونقول ان اخرها البلاست، او اي نوع من انواع الخلايا الثانيه الار بي سيز، البليتلتس، اي انواع بتستجيب بكلمه بلاست، معناها ان انا بتكلم عن حاجه خليه موجوده لسه في البون مارو. دي قاعده من القواعد اللي المفروض تبقى عارفها، وتركية المفروض تبقى حاططها في دماغي. اي حاجه بشوفها فيها كلمه بلاست يبقى انا بتكلم عن خليه موجوده في البون مارو. لو شفت حاجه اخرها بلاست في الدم معناها ان في خلل، يا اما في انتاج البون مارو، يا اما عندي لوكيميا، يا اما في هيموليسيس مثلا، والنخاع العظمي بيحاول ان هو يعوض نسبه الخلايا فبيطلع خلايا ايه ما استوتش لسه يرميها فبتظهر عندنا. ودي برضو لسه هنتكلم عنها بالتفصيل بعد كده. هنا هتكلم بقى عن حاجة أول ما حد يشوفها يترعب، يقول لك آه الجلايكوليزس. هتشوفها هتترعب. هقول لك على حاجة، طبعا احنا الكورس ده احنا هندرسه بالتفصيل الممل في سوري الجلايكوليز هندرسه بالتفصيل الممل في كورس البايكيمستري، وده هنبتديه قريب ان شاء الله من ضمن الكورسات بتاعت القناة. فانا هنا مش هركز قوي على البايك ميستري، بس لازم في حاجات نقط معينه انا هحاول اوضحها لك بطريقه مبسطه جدا بحيث تبقى عارف ايه التاتش كده، عارف الهنتس كده موجوده في الحاله دي في الموضوع ده. اول ما قبل ما ابتدي اشرح الجزئيه دي انا عاوز اقول لكم على حاجه مبدئيا كده. لو هنفرض مثلا عندنا على سبيل المثال نعمل فرشه بسيطه كده قبل ما نشرح عمليه الجلايكوليز، احنا عندنا الجلوكوز نفسه المفروض ان هو بيتكون، ده الشكل بتاعه بيتكون، ادي عندنا واحد كربونيه، اتنين، تلاته، اربعه، خمسه، سته، دول ست كربونات سي 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 سي. تمام، احنا لو هنيجي مثلا ناخدها بشكل تاني عشان نبسطه اكتر، لو هنقول ان ده الجلوكوز 6 كربون 3 4 5 6 تمام، دول 6 كربون. الستة كربون دول المفروض ان هو في عملية الجلايكوليز احنا بنعمل عملية كاتابوليك، بنكسرهم لمركبين بيتكون من 3 كربونات. تمام، انا الفكره بتاعتي ايه؟ لازم تبقوا عارفين كده ان عمليه الجلايكوليز هنا اولا دي اوكسيديتيف، يعني ما فيش فيها اكسجين. ممكن نعتبرها انها عمليه انايروبيك، يعني لسه ما يعني ما فيش فيها اكسجين، لان انا مش محتاج فيها اكسجين، انا بعمل تبادل هيدروجين، باخد اعمل اكسيد هيدروجينيه، بدي هيدروجينيه، هي دي الفكره بتاعتها. انا الفكره بتاعتي ان انا اخد عندي مركب فيه 6 ذره كربون اللي هو الجلوكوز، واحول المركبين تانيين، واخد الخلاصه، يعني هي قصه خطوات كتير بتحصل هنا عشان اوصل للخطوه دي. المهم الخلاصه بتاعتي ان انا عاوز احصل على 2 اي تي بي اللي احنا قلنا عليهم في اول الحلقه. يبقى الفكره بتاعت الجلايكوليزس ان انا باخد جلوكوزايه فيها 6 كربون بكسرها لثلاثه وثلاثه مركبين، او نقول هنتكلم عنهم دلوقتي برضو مش بالتفصيل قوي، بس عاوزكم تبقوا عارفين حاجات معينه كده. الغرض من ان انا اطلع اي تي بي. طيب احنا هنا لو بصينا او عملنا شكل كده كروكي، تمام، وجينا قسمنا بالنص كده، وجينا هنا قلنا ده سيتوسول، تمام، ودي الميتوكوندريا، نتكلم ان دي خليه يعني، تمام. هنا عندي الجلوكوز، ايه دخل الخليه؟ قلنا ان هو عندنا في 6 كربوناي، 1 2 3 4 5 6، كسروا بقوا 3 وتلاتة، طلع عندي اي تي بي. تلاتة وتلاتة دول في الاخر عملوا لي حاجة اسمها بايروفيت.
بايروفيت ده المفروض، المفروض طبعا احنا في عندنا في الار بي سيز ما فيش ميتوكوندريا، المفروض ان هو بعد كده الخطوه دي لو في خليه تانية غير الار بي سيز، ركزوا معايا، لو في خليه تانية غير الار بي سيز المفروض ان هو هيكمل يخش سيتريك اسيد سايكل، ويكمل فيها ويكون لي في الاخر 36 اي تي بي. طب هنا ايه اللي حصل عندي هنا؟ حصل عندي هنا انا هاجي هنا واقف. ليه هاجي هنا واقف؟ لان احنا قلنا ان ما عندناش ميتوكوندريا، يبقى انا نتجت اي تي بي، وفي الاخر المنتج بتاع البيروفيت. البيروفيت ده بيعمل فيه ايه بقى؟ بيعمل حاجه اسمها فرمنتيشن. يعني حتى لو احنا نفتكر البكتيريا شويه، خلايا البكتيريا بتبقى بتاخد البيروفيت ده وبتعمل عمليه الفرمنتيشن، فهو بيعمل نفس الشيء، بيتحول البيروفيت بيتحول المفروض لاكتيك اسيد. يبقى دي فرشه كده احنا فرشناها قبل ما نيجي نخش في القصه. يبقى عرفنا ان عندنا عمليه الجلايكولسيس بتتم في جزئين، ادي الجزء الاولاني وادي الجزء الثاني. الجزء الاولاني اللي هو السيتوسول بيبقى فيه 6 كربون، بيتكسروا 2 و3 و3 بيطلع لي 2 اي تي بي. المفروض ان هو لو في ميتوكوندريا بيخش سيتريك اسيد سايكل بيطلع لي 36 اي تي بي. لكن اللي احنا عندنا بنقف عند الخطوه دي وبنطلع فيها 2 اي تي بي. تمام كده؟ نتنقل عن ال شرح مفصل اكتر شويه. احنا قلنا زي ما كنا بنتكلم من شويه، عندنا ادي 1 2 3 4 5 6 اللي هو الجلوكوز، مشي في خطوات زي ما احنا شايفين كده، استهلك هنا اي تي بي واستهلك هنا اي تي بي عشان يعمل لي اي دي بي واي دي بي. يبقى هنا استهلك ايه؟ 2 اي تي بي. تمام، اتباعي دي اتباعي استهلك 2 اي تي بي، هنعتبرهم ان هم ايه المفروض ان احنا ناخدهم بالماينس بعد كده، يعني نطرحهم بعد كده. بعد كده كمل، هطلع لي منتج اسمه فراكتوز 16 باي فوسفيت. تمام، برضو في 6 كربون وفي 2 فوسفوتاي، عشان كده بيسموه 1 و6. يعني هنا 1 1 مسكت واحد هنا، فوسفوتاي مسكت في رقم 1 الكربونة رقم 1، وهنا في الكربونة رقم 6 مسك فيها فوسفوتاي تانية، عشان كده كملناها 1 و6. وهنا البرودكت اللي موجود ده عندنا هنا فركتوز، وكان باي يعني 2، ادي 1 وادي 2 باي فوسفيت اللي هو الفوسفيت البي عندنا اللي هي فوسفيت. سهل الموضوع جدا اهو لحد دلوقتي. دول قلنا ان هم هيكسروا لثلاثة كربونايه، كل واحدة ماسكة في فوسفوتاية، وبتكمل بعد كده. نكمل بعد كده زي ما احنا شايفين التلاتة والتلاتة دول، في بنيجي ناخد اللي هو الجليسرايد 3 فوسفيت اللي اتكون ده، جليسرال دهايد ان هو فيه 3 كربونات، وفوسفيت اللي هي فيه فوسفيتية 3 هنا المقصود على الكربونه رقم، لو قلنا 1 2 3 على الكربونه رقم ايه؟ رقم 3. الجليسرايد 3 فوسفيت دوت المفروض ان هو بيخش في مراحل عندي لحد ما بيكون البيروفيت اللي احنا اتكلمنا عنه، بيتكون من 3 كربونه، يعني زي ما دخل بتلاته هنا هيطلع بتلاته هنا بس من غير الفوسفات، وبيكون مركب اسمه بايروفيت. في خلال العمليه دي تخش في خطوات كتيره، يعني هنا في خطوه وهنا في خطوه وهنا في خطوه وهنا في خطوه مش عايزك تعرفها، بينتج لي عندنا ايه؟ ادي اي تي بي واي تي بي. يبقى انا هنا طلع عندي ايه؟ 2 اي تي بي. طيب احنا كده قلنا ان خلاص اتكون عندنا 2 اي تي بي. في حته برضه هنزودها هنا، ان احنا لما قلنا في الاول الجزء الاولاني اللي هو كان ده، قلنا الجلوكوز عندنا اتكسر ادانا 2 3 كربونه، كربونه هنا وكربونه هنا. لما بنيجي نكمل في الجزء اللي تحت ده بنكمل فيه مش كجزء واحد، يعني احنا هنا الكربون ال 3 دول بيجي نكمل فيهم معاهم جزء تاني،
زي ما احنا شايفين كده، تمام؟ يعني هنا هناخد جزء من الجليسرالدهايد 3 فوسفيت، وناخد معاه جزء تاني من الجليسرالدهايد 3 فوسفيت، وبيكملوا كتو ايه؟ كتو مولكيول. فاحنا هنا قلنا لما جينا شرحنا قلنا ان 2 اي تي بي كونوا من مولكيول واحد. طب لما يكون معاه مولكيول كمان، مولكيول كمان من الجليسرالدهايد 3 فوسفيت، يبقى هيكون لي 2 اي تي بي كمان. يبقى المجموع عندي كام؟ 4 اي تي بي. واحنا كان عندنا من البدايه قلنا ان في 2 اي تي بي استهلكوا، لما نيجي نطرح منهم ال 4 اي تي بي اللي هو احنا جمعناهم هيتبقى ايه؟ هيتبقى 2 اي تي بي، ده الناتج اللي بينتج عندي من عمليه الايه؟ الجلايكوليزيس في الجزء اللي هو السيتوسول اللي هو بتبقى خاص بالار بي سيز.